مشاهدينا دلوقتي جه معدى مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 36 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعلياً أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وهيتم عقد 4 جلسات، 2 منهم لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، والاثنين التانيين لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وده من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وقضية تحدي التعاونيات. وده من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. النهاردة هيتم انطلاق البرنامج الصيفي للطفل التابع لوزارة الأوقاف، واللي هيستمر لمدة 3 شهور، وقررت الوزارة توسيع دائرة المساجد اللي هيقام بها النشاط هذا العام ل20,000 مسجد بمشاركة مجموعة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحافظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع بيت السناري بالقاهرة معرض فني بعنوان نقوش معاصرة، وهيتم افتتاح المعرض الساعة 6 مساء بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هيلتقي أفرتون مع مانشستر سيتي الساعة 4 العصر، في نفس الوقت هيلتقي برينتفورد مع ويست هام، ومباراة أرسنال مع برايتون هتكون الساعة 6:30.